السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. فيديو اليوم إخواني أخواتي اللي غنتكلموا فيه عن توصل السلطات الإماراتية بمعلومات ووثائق تورط لعصابة حمزة مومبي في أخطر جريمة اللي كانت وقعت في أبو ظبي بالإمارات، قضية وئام دحمان اللي مشات ضحية الحساب حمزة مومبي واللي كانوا لقاوها في إحدى الفنادق جثة هامدة داخل واحد الغرفة بعد ما كانت كتوضح آخر لمسات على المسلسل مسمى العشق واللي كانت كتنتجو الاسم ديالها إخواني أخواتي. هاد الشابة الجميلة اللي كانت كتعرض للابتزاز، فكيفاش قدرت السلطات أو الشرطة الإماراتية باش تعرف وتلقي القبض على السيدة المنقبة آلاء بدر الدين الهاشمي واللي دخلت شقة ديال واحد المعلمة الأمريكية وصفتها لها وما خلاتش موراها حتى شي دليل، ومن تم يعني تم القبض عليها. ولكن الغريب في الأمر إخواني إخواتي، ما قدروش أنهم يعرفوا السيدة المنقبة الأخرى اللي زارت هذه الفنانة وئام الدحماني بساعات قبل ما تموت. وكل مؤشرات إخواني إخواتي اللي كتقول أن هذه السيدة المنقبة يعني قصيرة، كل مواصفة كتقول وكتشير أنها عياش، لأنها كانت صديقة الحميمة ديال هاد وئام الله يرحمها. وشنو هي العلاقة ديال الفنانة وئام بالشيخ دعيش محمد خليفة الصباح والصوت ديالو الغريب ديالو والدولة الخليجية اللي كان ممنوع الفنانة أنها تدخل الأراضي ديال إخوان أخواتي؟ وهادشي اللي كيتير بعض التساؤلات. للأسف هنا كمتبعين هذه القضية بغينا السلطات الأمنية والشرطة الإماراتية تفتح تحقيق في هادشي كامل. وهنا كنتسألوا كذلك، شنو هو مصير ديال اللبناني راغب قيس اللي كنتو كتذكروا اللي كان عارف الحقيقة ديال وفاة الدحماني، كانت عنده كل الوثائق والدلائل اللي كتثبت فعلا أن أشخاص من العصابة الحمزاوية، واللي أكد يعني ربما وكيشير يعني عطى يعني بعض المؤشرات اللي كيأكد أن فعلا العصابة الحمزاوية عندها يد بوفاة ديال وئام الدحماني يعني بطريقة ما، يعني كانوا كيبتزوها. يعني واحد الفيديو اللي كانوا مصوروها خصوصا أنه كان دائما كيحاولوا أنهم يعني يديوها أو يبزوا عليها أنها تمارس البقاء مع المشاهير مع رجال الأعمال، كون أنها كانت تحت سيدة جميلة وكانت منفتحة، ولكن هي ما باش تبع هذا الطريق إخواني أخواتي. في الأخير كانوا يحاولوا أنه يبتزوها بتيك الصور. أما هذا الانتحار إخواني أخواتي لا علاقة له لا من بعيد أو القريب ولا شيء من هذا القبيل، خصوصا أنه قالوا انتحرات أو يعني ما سكتة قلبية وهادشي اللي جا على لسان الشرطة الإماراتية، فالتحقيق سوف يعاد إخواني أخواتي. غير بنرجعوا للقضية الوراء، في سنة 2019 يعني يفجر واحد المفاجأة هاد اللبناني راغب قيس من العيار الثقيل، لكن بقدرة قادر هاد السيد غلق الحتف ديالو حتى هو بنفس المصير ديال وئام الدحماني، يعني نفس الطريقة. السيد لقاه حتى هو ميت يعني في نفس الشقة اللي كيقيم بها. ونتائج التشريح الطبي الان ديال وئام الدحماني اللي كان فيه واحد الخطا بعد ما اعلنوا عن سبب الوفاة الدحماني هو السكتة القلبية، هادشي صراحة يثير بعض الشكوك، لان هاد اللبناني راغب قيس اللي كان كيحاول انه يكشف بعض الوثائق والدلائل وهي الان عند بعض الاشخاص. ربما نقدر نشير لكم اخواني اخواتي اللي هو الدكتور رشيد العمارتي اللي توصل فعلا بعض الوثائق اللي كتبت فعلا ان العصابه الحمزاويه عندها يد في وفاه ديال وئام الدحماني اخواني اخواتي، يعني بنت بلادهم، يعني هادشي كان كيدور غير مع بنات البلاد ديالهم. فصراحه اذا كان هادشي صحيح فعلا فلازم انه يتم معاقبه كل واحد في هذه القضيه. فشاءت الاقدر اخواني واخواتي باش تظهر هذه الحقائق الجديده وادله كتورط هذه العصابه الحمزاويه. فوئام تم تصفيته بوضع السم في المشروب واللي كان سبب هذه الوفاه. هذه الاخبار اخواني واخواتي، المصادر الموثوقه اللي كتاكد فعلا هذاك السم اللي كان توضع
وئام الدحماني اللي كان السبب في هذه الوفاة. فالمحزن أن الواحد كيموت ظلما وعدوانا، والغريب أنه حاولوا أنهم ينضمسوا هذا الملف، وحتى المتورطين ما خدوش الجزاء ديالهم إخواني إخواتي، وعايشين حياة ديالهم عادية وكيقيموا الحفلات والأعراس كما كنقع مع هذه المغنية اللي كتجول وتصول والسيدة يعني كتخرج عينيها وكتحاول أنها يعني فوق القانون، وحتى الحكم اللي ما تصدرش يعني ما تتمش يعني تطبيقه في حقها في انتظار محكمة النقد اللي مازال كنشوف حتى التأخير، رغم بعض المؤشرات والتسريبات اللي كتقول أنه المغنية سوف يتم إعادة يعني فتح هذا الملف يعني بالمحاكمة، غتكون إعادة محاكمة في هذا الإطار وفي هذا القضية ديال حساب حمزة مومبيبي المشؤوم. فصراحة وئام الدحماني الله يرحمه خسرت كل شيء للأسف. كنشوفوا الزمن غدار إخواني أخواتي، الزمن غدار. فهنا كنشوفوا وكنسجلوا العبرة من هاد الصديقات اللي كيحاولوا أنهم ينجروا يعني الصديقات ديالهم نحو الهلاك، وهذا الشيء اللي وقع لوئام الدحماني الله يرحمها ابتزوها ديك الصور ربما صوروها يعني فيديوهات مخل للأداب، هذا الشيء اللي خلى أنها يعني السيدة تنفجر في وجههم يعني حاولت أنها تهددهم، ربما أنها حاولت أنها يعني ترفع شكاية ضد هذه العصابة. وهنا فكرة الخطة أنهم يصفوها لها لأنها كانت عندها أدلة قاطعة بخصوص هذا الشيء كامل. للأسف فموت وئام الدحماني المفاجئ كان صدمة لمحبيها والأسرة ديالها اللي كانت تفاجأت إخواني أخواتي بسحب كل الأموال ديالها من الحساب البنكي ديالها، بسحب كل الأموال ديالها إخواني أخواتي بالحساب البنكي ديالها، وهذا الشيء اللي صرحت به العائلة واللي اصبح فيه صفر. كذلك ما لقاوش ديك المجوهرات ديالها. فالمهم يعني رفضوا الافصاح عن امور اخرى وما بغاوش يزيدوا يتكلموا يعني اكثر في هذا الموضوع، ولكن كيحاولوا انه يفتحوا هذا الملف ديال المقتل وئام الدحماني من جديد، خصوصا بعد تلقين التهديدات من واحد مجهولين باش يسكتوا عن حق الابنه ديالهم. يعني راه مازال الضغوطات يعني كتلاحق هذه الاسره ولا هذه العائله، ربما هذه الضغوطات اللي خلى انها يعني يحاولوا يطالبوا السلطات بفتح التحقيق، يعني راه يشوفوا مصدر هذه المكالمات مصدر هذه التهديدات. فالاكيد ان السلطات الامنيه الاماراتيه راه عندهم ما يفيد يعني عندهم من التكنولوجيا انهم يجبدوا هذه الاشخاص. فالمهم السلطات الاماراتيه راه حركت الملف وبدت الاتصالات سواء مع السلطات المغربية من أجل الوصول إلى المتورطين الحقيقيين لهذه العصابة الحمزاوية. فالقضية كبرات إخوان إخوات، والدكتور رشيد العمارتي راه ماشي غير تكلم من فراغ، فالدكتور العمارتي إخوان إخواتي فهو تكلم بالأدلة القاطعة اللي كتأكد فعلا تورط هذه العصابة. المغنية إخوان إخواتي راه كتعيش هذه الأيام في حيرة من أمرها، راه كلشي كيتكلم عليها، كلشي كيحاول أنه يعني يكشف المستور، خصوصا وأن هذه القضية اللي خلقت ضجة كبيرة على الصعيد المغربي وكذلك العربي، لأن هذه السيدة هذه الفنانة فهي مقيمة كانت مقيمة بالإمارات وعندها جنسية إماراتية وجنسية مغربية، فعندها واحد الشهرة كبيرة وكانت منتجة الأفلام، خصوصا بعد ما كانت كتنتج آخر مسلسل ديالها اللي هو مسمى العشق. فهذا الشيء كله الغيرة بزاف المسائل من هذا القبيل. فكنتمنوا انه يتم فتح تحقيق جديد في هذا في هذه القضية، ويتم طي هذا الملف باش الحقوق ديال هذه الضحايا ترجع، وباش ما تبقاش هذه العصابة الحمزاوية كتمادى في السلوك ديال العدواني كما كنشوفوا هذه المغنية دائما كتخرجنا بفيديوهات وكتهدد الجميع. إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم وبارتاجيالكم هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.